نعم، حضورنا هنا كلجنة محلية لفدرالية اليسار الديمقراطي وكمناضلين للتنظيمة الثلاث المكونة لفدرالية اليسار الديمقراطي، من جهة لإبداء الموقف المبدئي والثابت الداعم لمطالب الحركة الاجتماعية والإلحاح على إعادة الموضوع الاجتماعي على رأس جدول الأعمال الوطني، ومن جهة أخرى دعما للنقابات التي تخوض هذه المبادرة النضالية في شكل مسيرة تنديدية بسياسة الحكومة ورافضة، ونحن نشارك معهم هذا الرفض، رافضة للإجراءات الحكومية الاستئصالية للقطاع العام. الحكومة التي ماضية في سياسة إلغائية لمطالب الحركة العمالية والنقابية، أساس موضوع التقاعد الذي يعتبر ما تقوم به الحكومة اليوم من مشروع هو عمل استثنائي في تاريخ الوظيفة العمومية في المغرب وفي تاريخ الأسرة الشيعية. نقول بلي ان العمل الحكومي اليوم هو عمل مضاد للفئات المجتمعيه، مضاد لمصالح الفئات المهنيه على اختلافها، مثل ما نؤكد ان هذا العمل الذي تقوم به الحكومه هو عمل سيؤدي لا محاله الى فوره مجتمعيه غير مسبوقه والى احتقان اجتماعي غير مسبوق، وبالتالي فنحن نحذر الحكومة كما نحذر ملحقاتها الحزبية والإدارية من أن هذا المسار اليوم هو مسار استفزازي، مسار سيء، مسار مهاجم، مسار لا يمكن أن نقول عليه إلا أنه مسار غريب من نوعه. سنكون كفدرالية اليسار الديمقراطي جنبا إلى جنب مع جميع الفئات المناضلة ومن بينها النقابات، وسنقول كلمتنا واضحة في هذا الموضوع إن على مستوى المؤسسات أو على مستوى الشارع.